الفيديو ده خاص بالشات تي اس 18 او تي اس 10. ازاي اعرف موديل الجهاز؟ اعرف موديل الجهاز من انا اخش على السيتنج وتجيب الاباوت، تلاقي اول بند فوق مكتوب تي اس 18، ده موديل الشاشه او موديل الجهاز. تمام. ازاي اعمل ريسيت فاكتوري؟ اعمل ريسيت فاكتوري بان انا اخش على مور من سيتنج واجيب سيستم، الاقي كلمه ريسيت اوبشن، اضغط عليها هتلاقي ده اول واحده بتعمل ريسيت للواي فاي والبلوتوث، ومش هتمسح غير البيانات الخاصه بالواي فاي والبلوتوث. تاني واحده ريسيت ابس، تالت واحده الريس. الريس دي يعني مسح كل حاجه جوه الشاشه، البيانات الشخصيه او الداتا، اضغط عليها. دي اللي هتعمل فاكتور ريسيت، مش محتاجه باسورد، مش محتاجه اي حاجه، دي البيانات اللي هيمسحها. اعمل اريس اول داتا، اريس، هيبتدي يعمل فاكتوري داتا ريسيت ويحمل. بدأ المسح اهوت، المسح هياخد معاك مثلا من 5 دقايق ل10 دقايق عقبال ما الجهاز يفتح تاني. كده الجهاز فتح، هيبتدي يقول لك العلامة الحمراء اللي فوق ده، فيما معناه ان انت محتاج ان انت تعمل ريسيت للجهاز عن طريق ابرة في المدخل اللي فوق دوت ال RST، او تفصل الكهرباء كاملة عنه وترجعها تاني. كده الجهاز بدأ يشتغل تاني، بيعمل لودينج، العلامة الحمراء راحت، الجهاز كده خلاص عمل ريسيت فاكتوري.